ديجا الكليب ديال تاج ليدي ديالو ايدي فيمينيست. ليدي اللي كيحملها تاج عندها بزاف ديال لي ميساج. لو بروميير هو ديال التحرش الجنسي اللي غتكونوا فهمتوه بيان سور اترافير لو كليب ديال الجوج ديال الدراري اللي كتحرشوا على واحد البنت وكتكون عندها اون رياكسيون بارابور ا سا و ايل رياجي. ليدي الثانيه هي بان النساء يقدروا يديروا اي حاجه بغاو. كاينين شي مهن كنحطوه كنمشيو كنعطوهم ديريكتومون للرجال الوغ كو النساء يقدروا يديروهم بحال تكوني جزاره ولا تكوني ميكانيسيانه ولا تكوني كتسوقي طاكسي ولا تسوقي كار ولا تغسلي لي فواتور ولا راكم نتوما عارفين بور مونتري كو حتى حاجه ما عيب واللي في جهدو شي حاجه اللي يقدر يدير شي حاجه راه خاصو يديرها بلا ما يتسوق للمجتمع. التحول جا تدريجيا الحقيقه. انا دوبي توجور كنموت على الراب وكنت كنتمنى تتاح لي الفرصه باش نقدر ندير اغنيه فين كان رابي. انا ماشي اون رابوز, انا جو سوي اون شانتوز مغنيه اللي حاولت ترابي غير باش تعبر على واحد ليطا ديسبري اللي كانت فيه. ما غاديش نواصل في الراب. علاش؟ تو سامبلومون باسكو بغيت نجرب بزاف ديال لي ستيل كي سون كومبليتمون ديفيرون بحال والو نرجع ليه من بعد, ولكن بوغ لانستان بغيت نجرب كلشي. نجرب الراب, نجرب الروك, نجرب لا بوب, لا ان بي, التراب, ونشوف لو ستيل اللي ارتحيت فيه لو بلوس. الكلمات ديال تاج تكتبوا من طرف شايفين اللي هما سمول اكس وشوبي و ذا موست اللي هو يفي بارتي دو وادريلي سكواد. الكلاشات ما كايناش اون بيرسون اون بارتيكولي اللي وجهت لها لي كلاش ديالي. الكلاشات ايزيتي على اون سيتوياسيون, على لاندستري ديال الموسيقى, على لي لابيل, على كاع الناس اللي كيبغيو يتحكموا فيك واللي كيبغيو يهبطوا منك واللي ما كيشجعوكش باش دير داكشي اللي بغيتي دير. وا تو سي كاين لي قال بنادم ما قالش غير هادشي, بنادم قال بزاف ديال الحوايج و يلا جاي لي داكشي واخا. هاد الاغنيه كيف قلت لك ما موجهاش انايا لشي بيرسون اون بارتيكولي. حيتاش جو سوي تري غراند فان ديالو وحتى هو إلي كونتر هادشي ديال التحرش الجنسي. سي بوغ سا كو إلا ديسيدي دو هو اللي يبان في الكليب بور مونتخي كو إيفيكتيفمون راه واخا أنا كنبان في الكليب ولكن سي بوغ أنكوراجي هاد لا سيتواسيون. انا ما عمري ما تعرضت للتحرش بيرسونيلمون, ولكن كنعرف بزاف ديال البنات وديال النساء من لونطوراج ديالي اللي تعرضوا عليه. دونك ماشي بالضروره نكون انا تعرضت عليه باش نغني عليه, راه اي حاجه كتقيس لونطوراج ديالي راه بحال كتقيسني انا بيرسونيلمون. سيغمون غادي تكون شي مره ولا جوج هادشي كيتعرضوا عليه مالوغوزمون لا ماجوريتي ديال النساء. Alors déjà, shift ou dirt, le travail leader, c'est pas un travail de quelques jours. Le clip, mais quelques jours, le clip, bah, le contrat, bah, j'ai Sony, en 4 mois. J'ai eu juin 2017, bien avant que qu'on ait le mouvement de le rap, etc. Bien avant de t'arrêter quelques artistes. Ou le clip, j'ai en décembre. Rien que كون تو كون دي بيرفيكسيونيست ما كناش بغينا نخرجوا الحاجه حتى نكونوا سيغ 100% كداك لو ترافاي الى لي نو ساتيسفير. بار كوانسيدونس تطلق في هذيك لا بيريود اللي كانوا فيها بزاف ديال البنات خرجوا اغاني ديال الغرب. غنقول لك شايفين, ولكن شايفين ديجا درت معاهم فيتورينغ الحمد لله ومازال غادي ندير معاهم بليزيور فيتورينغ دون لو فيتور. غنقول ميترو جيمز حيت ميترو جيمز ان ارتيست اللي كنحماق عليه. انا ما عرفتش شنو هو السبب, بحالي بحالك اخويا جي جي فان انسان اللي هو اللي اكتشفني والبدايات ديالي بروفيسيونيل كانوا معاه. خرجنا انصامبل الدنيا, خرجنا انصامبل كلشي بان عامين مورا الدنيا. بيتيتر كو فان كانوا عنده دوطخ بريوريتي ولا إلي تي بلو بخي ا مي برودوير
وفاش عرف براسو بانه il était plus prêt à me produire اقترح عليا plusieurs autres deals avec d'autres labels لي ما تعاقدتش معاهم باسكو لي كونطرا اللي كانوا اقترحوا عليا كيف قلت لك لا علاقه كيشوهوا بالصوره ديال الارتيست كيحتقروا لي زارتيست وكيحتقروا لا ليبرتي ارتستيك ديال 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 الفنان. الشروط هو باغ اكزومبل غادي تغني داكشي اللي حنا بغينا، غادي تلبسي اللباس اللي حنا بغينا، غادي دير داكشي اللي حنا غادي ندخلوا به الفلوس، ما كيتسوقوا لا لي برينسيپ لا لا كولتور لا لا ريليجيون لا حتى حاجه. Pas du tout, pas du tout. Ana j'assume اي حاجه درتها je l'assume. العلاقه اللي كانت كتربط بيني وبين جي جيفان علاقه بروفيسيونيل زعما اولا، وثانيا علاقه اميكال نقولوا كاع فراتيرنيل. جي جيفان سي اون بيرسون كي ما توجور ريسبكتي ولا كان كيعتبرني دوبي توجور بحال اختو الصغيره بحال خواتاته زعما فريمون انا وياهم بحال بحال، ما عمرها ما جمعتنا بيناتنا شي علاقه من غير هادشي اللي قلت لك دابا. بزاف ديال لي تيتغ جايين بزاف ديال لي ستيل ديفيرون اللي غادي تكتشفوهم ان شاء الله كل مره. لو بروشان تيتغ اللي غيخرج غيكون فيتورينغ مع شايفين غين افوار افيك لو راب وغادي يخرج لو موا بروشان ان شاء الله. كنقول لهم نتمنى هاد الانترفيو تكون عجبتكم، نتمنىها تكون قرباتكم ليا واحد شي شويه، ونتمنى نكون جاوبت التساؤلات اللي كانوا عندكم. فوالا تبعوا الجديد ديالي. Et à très bientôt, Inch'Allah.